بسم الله الرحمن الرحيم، وعدنا إن شاء الله معاك في المحاضرة الثانية لمقرر آلات كهربية محولات. فكرت بس بتصنيف الدي سي جنريتور. قلنا إن الدي سي جنريتور بيتصنف على حسب تغذية ملف في المجال، للسيبريتلي اكسايتد اللي هو طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة إن ملف المجال بيتغذى بمصدر خارجي عن دائرة الأرمتشر. وفي سيلف اكسايتد دي عباره عن 3 حاجات، يا اما سيريز ووند ان ملف المجال بيتوصل بالتوالي مع الارميتشر، وشانت ووند اللي هو ملف المجال بيتوصل بالتوازي مع الارميتشر سيركت، والكومباوند ووند اللي هو خد بقى الاثنين ملف التوالي مع ملف التوازي مع الارميتشر سيركت في لونج شانت والشورت شانت. ناخد مثال عشان نشوف الطريقه النوع دي من المسائل شكلها ايه. فمثال 1-3 بولي لونج شانت كومباوند جنريتور delivers a load current of 50 أمبير at 500 فولت and has armature series field and shunt field resistance of 5 مية و 5 و 3 مية و 250 أوم. يبقى عندك ال RE وال RS وال R shunt بالتوالي بالتباين، يعني calculate ايه المطلوب generated voltage، عاوز الـ E and the armature current وعاوز الـ IA، وقال لك إن allow 1 volt per brush for contact drop، إن الفرش دي بتفقد كل فرشة بتفقد فولتج أو واحد جهد واحد 1 فولت لكل فرشة. طيب أول حاجة لازم نعرفها طبعا الـ E أصلا بتساوي إيه في القانون. الـ E طبعا القانون بالمعادلة بتاعتها بتساوي الـ A بتساوي الـ V زائد الـ IA في الـ RA زائد السيريز دروب زائد البراش دروب. هنبدأ نشوف المجاهيل. ال V عندي معلومة 500 والله إيه أنا معرفهاش، ال R إيه معلومة، وأبدأ أشوف إيه السيريز دروب اللي هتبقى عندك وإيه البراش دروب. بدأنا نحسب أول حاجة إن طبعا ال I إيه لو إحنا شفنا في الدايرة بتاعة الكومباوند، ال I إيه طبعا عبارة عن إيه، فيهم طيارين، طيار I شانت وطيار ال I إيه ال I S. فلازم احسب انا قيمة مين، احسب قيمة الاي شانت. الاي شانت عبارة عن الفي على الار شانت، يعني 500 على 250 ب 2 امبير، والكرنت اللي هيبقى اي اس اللي هو هيمر في سيريز وايندنج ده عبارة عن 50 زائد الاتنين اللي هو كام اللي هو 52 امبير. فولتج دروب اون سيريز فيلد وايندنج يبقى طبعا قيمة التيار اللي هيمر في ملف في مقاومة المقاومة السيريز اللي 3 بالمية، يبقى 52 3 بالمية بتساوي 1.56 فولت. الارميتشر فولتج دروب هو عبارة عن الاي اي في الار اي، الاي اي هو 52 في 5 بالمية يبقى 2.6. الفرش كل فرشة بتفقد 1 فولت، يبقى عندي 2 فرشتين يبقى 2 في 1 ب 2 فولت. يبقى اذا بقى الاي بتساوي الفي زائد الاي اي في الار اي زائد السيريز دروب زائد البراش دروب، يبقى 500 زائد 2.8 زائد 1.56 زائد 2، يبقى الجهد المطلوب 500 و 16 مية فولت. طبعا دي الرسمة، ادي الار شانت 250، الار اس 3 بالمية، الار اي 5 بالمية، الاي اي وعندي طبعا الاي شانت ب 2 امبير، والاي اللي هو واصل للود 50 امبير. الأمثلة بقى التانية بشوفوها بحيث بتتربى ايه. هنوصل بقى للدي سي ماشين لوسز، ايه المفاقيد اللي بتبقى موجوده في الدي سي جنريتور. طبعا السي دي جنريتور از ا ماشين فور كونفرتنج ميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي، ان لو كان ده طبعا لو جنريتور يبقى الدخل بتاعه ميكانيكال والخارجي الكتريكال، لو موتور هيبقى العكس بيحول الكتريكال انرجي لميكانيكال انرجي، وبالتالي لازم يكون عندي كونفرشن. الكونفرشن دي بيبقى فيها لوسز مفقوده فيها. طب ايه هي بقى اللوسز الموجوده في الايه في الدي سي ماشين عموما؟ اول حاجه هتلاقي عندك الكفر لوسز نتيجه الملفات الموجوده في دايره الايه الارميتشر والوايندنج او الفيلد، برضو فيها برضو كفر لوسز نتيجه الملفات دي، بتبقى طبعا اللي هي عباره عن اي سكوير في الار، دي بتظهر في صوره هيت لوسز في دايره الارميتشر ودايره الفيلد. في اللوسز الثانيه اللي هي الايرون او اور كور لوسز نتيجة الهيستريس اند ايدي كارنت لوسز، احنا قلنا عليها قبل كده ان في عندي حاجة اسمها التيارات التخلفية والتيارات الدوامية بتفقد في ايه في الكور الخاص بالماشين.
وعشان اتغلب او اقلل قيمة اللوسز دي، فاحنا قلنا بدل ما يبقى الكور بتاعي سوليد مصمت بنعمله ليمينيشن. ليمينيشن يعني ايه؟ خليه شرائح بحيث اقلل من ايه، اقلل من قيمة الايه، التيارات او التيار الايه، التيارات الدوامية. فقال لك اهوت this loss can be reduced by construction the armature of silicon steel elimination having a high resistivity and low hysteresis losses. وفي الحالة دي at constant speed the air loss is assumed constant، تبقى دايما قيمتها ثابتة. في كمان ال iron and windage losses، المفاقير بتاعة الملفات دي طبعا due to bearing and brush contact friction and loss due to air resistance against moving bar. الفرش بتبقى ملامسة للكوميتيتور، وبالتالي يبقى في جهد أو قيمة دروب مفقود نتيجة الفريكشن، وبالتالي عند السرعة الثابتة كونستنت سبيد اللوس بتبقى برضه بتبقى ثابتة. البراش كونتاكت لوسز نتيجة تلامس الفرش مع الكوميتيتور بيبقى برضه في عندي لوسز. وقال لك طبعا ديت ذيس لوسز ايه؟ is approximately proportion to the load current، بتتناسب مع قيمة مين؟ مع قيمة تيار الحامل. أو اختصر الكلام قال لك total loss عبارة عن الكبر لوس، دي ممكن تبقى في الأرميتشر كبر لوسز، في الشانت كبر لوس، أو في السيريز كبر لوس. الأيرون لوسز ممكن تبقى هيرسيس اللي هي تيارات تخلفية، أو الإيدي كارنت تيارات اللي هي الدوامية. الميكانيكال لوسز بتبقى نتيجة الفريكشن والوايندج. لو بتكلم على الكفاءة بقى efficiency of DC generator، الكفاءة عموما في أي حاجة بتساوي الخارج على الداخل، عشان أقيس كفاءة أي شيء بيبقى عبارة عن الخارج على الداخل. يبقى الإفشنسي أو الإيتا بتساوي الأوتبوت باور على الإنبوت باور برسنتج، يعني بأضرب في المية. يبقى إذا لو أنا بتكلم بعوض بقى على إيه هو الأوتبوت باور، هو الفولت في الكرنت. طب الإنبوت، الإنبوت عبارة عن الفي في الأي زائد اللوس اللي هيمر فيها مين، اللي هيمر لغاية ما أوصل للإيه، للأوتبوت. يبقى إذا if the total resistance of armature circuit including brush contact resistance اللي هي ال RA، total loss in armature هي عبارة I square A في E I A square في ال RA. terminal voltage بيبقى هو ال V ال current in shunt circuit، طبعا بيسموه ال IF اللي هو ملف المجال، اللي هيمر في ملف المجال. وال losses اللي هتبقى في shunt circuit هي عبارة عن I F في ال V. قالك if the sum of the iron friction and one loss is C sum، هو الفقد أو الجهد أو القيمة المفقودة في الفريم الأيرون والفريكشن والوايندج لوسز كلها سماها بالـ C. يبقى إذا الـ efficiency عبارة عن الـ output اللي هو الـ VI على الـ input اللي هو عبارة عن الـ VI زائد الـ loss الموجود اللي هيفقد في الـ armature circuit زائد الـ loss اللي هيفقد في الـ shunt circuit ملف المجال زائد الـ loss اللي موجودة في الفريكشن والوايندج لوسز اللي هي قيمة الـ C. يبقى إذا الـ efficiency يبقى VI على VI زائد I A تربيع في الـ RA زائد الـ IF في V زائد A زائد C. قال لك الـ efficiency of a generator is a maximum، إمتى تبقى أفضل قيمة أو أقصى قيمة للكفاءة؟ when the load is such that لما يبقى عندك الـ I A تربيع RA بتساوي الـ VIF زائد الـ A زائد الـ C. يعني الـ armature losses بتساوي الـ shunt circuit losses مع الفريكشن والايرون والوايندج لوس. وين ذا فاريبل لوس بتساوي ذا كونستنت لوس، وبالتالي دي افضل قيمه او اقصى كفاءه ممكن تحصل فين في الحاله دي. لو بتكلم على الباور ستيج او مراحل القدره في الدي سي جنريتور، زي ما احنا شايفين الدخل ده ميكانيكال باور اللي هو الدخل للمكنه، بعد كده يحصل عندك فريكشن نتيجه الدوران واللوسز، هحصل بعد كده على الالكتريكال باور developed in armature اللي عبارة عن الاي اي في الاي اي. بعد كده هيظهر عندك الكبر لوس نتيجة الملفات بتاعت الارميتشر. بعد كده هننتقل في النهاية الاوتبوت اللي هو الالكتريكال باور اوتبوت اللي هو عبارة عن الفي في الاي وات. فهو هنا قالك ده following ده بقى 3 generator efficiency، فعندك اكتر او ثلاث حالات او ثلاث كفاءات للجنريتور. ممكن اقول ميكانيكال efficiency دي عبارة عن الـ total watt generated in armature على الـ mechanical power supplied اللي هي هتساوي الـ EG في الـ IA على الـ output of driving engine. لو بتكلم على الـ electrical efficiency اللي عبارة عن الـ watts available in load circuit على الـ total watt generated اللي هي عبارة عن الـ VI على الـ EG في الـ IA. الـ overall or
commercial efficiency الكفاءة الكلية عبارة عن الوات available in load circuit اللي هي ال VI على الميكانيكال باور سبلاي اللي هي طبعا بيسموها output of driven engine. نبقى نشوف المثال. هو المثال سهل يعني، نبقى بصوا عليه. هنتكلم بعد كده بقى على الدي سي موتور. ايه هو الدي سي موتور؟ هل هو في اختلاف بينه وبين الدي سي جنريتور؟ لا، في الحقيقة هو الدي سي موتور هو نفسه is the same as دي سي جنريتور، هما الاتنين نفس الكونستراكشن بالظبط، الفرق بس في طريقة التشغيل. لك the only difference in that generator the generated EMF is greater than the terminal voltage. يبقى الفرق هنا ان الـ EMF اللي بتنتج في الجنريتور بتبقى اكبر من ايه، من terminal voltage على اطراف اللود. لو الموتور بقى بيبقى generated EMF بيسموها حتى الـ EBAC او الـ EBAC EMF بتبقى اقل من terminal voltage. يبقى هو ده الفرق بين الجنريتور ومين، والموتور طبعا مع فرق التشغيل. دي سي موتور are often used in power station to drive emergency standby pump system which come into operation to protect essential equipment and plant should the nominal AC supplied for pump fail. معظم التطبيقات بتعتمد في دي سي موتور على البامب، وطبعا احنا شغالين بدي سي موتور في تراكشن زي مترو الانفاق، ده بيشتغل في النوع اللي هو السيريز دي سي موتور لان عزم البدء بتاعه والسرعه بتاعته عاليه. ففي تطبيقات كتيره جدا بتعتمد على الدي سي موتور. لو بنتكلم على دي سي موتور بيزك برينسيبل، اول حاجه الفاليو اوف ميكانيكال فورس. نفس الفكره اللي احنا قلناها، ان انا دلوقتي لو عندي موتور وغذيته بمصدر تيار، التيار ده هيعمل ايه؟ هيمر في ملفات الارميتشر او الكوندكتور ما بين تو بيرمنت ماجنت مغناطيس دايم زي ما احنا كنا شايفين قبل في الجنريتور. نتيجه مرور التيار فين في الملف هيتولد مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي ده هيسبب فورس، والفورس دي هتعمل على دوران الايه، دوران الارميتشر، وبالتالي هيتحول لموتور. يبقى اذا الفورس اللي هتنتج دي بتعتمد على ايه بقى؟ على المجال اللي هو البي الفلكس دنسيتي، وايه اللي بيسبب المجال؟ الكرنت، يبقى الاي. وايه اللي هيأثر كمان عندك اللي هو length of conductor اللي هو طول الموصل. يبقى اذا الفورس اللي هتنتج اللي هتؤدي الى وجود عزم دوار اللي هي بتعتمد الفورس عبارة عن البي اي ال طبعا بالنيوتن. البرنسل اوف اوبريشن احنا قلنا ان عندك في مجال مغناطيسي او مجال مغناطيسي دايم ان واس، طبعا في مجال بيتحرك من الاس للان. لو انا غذيت عن طريق الفرش الكربونية الملف او الموصل الموجود ما بين المجال المغناطيسي الدائم، هيتولد عندك في الايه، في الملف ده مجال مغناطيسي اخر يؤدي الى تواجد قوه، القوه دي هتؤدي الى ايه، الى دوران مين، الى دوران الارميتشر او العضو او الموصل ده بين الايه، بين المجال المغناطيسي، وبالتالي هيتحول ايه، هيتحول لموتور. ده بمنتهى البساطه فكره العمل. زي ما احنا شايفين طبعا مراحل مختلفه لتحريك الارميتشر، وموضح لك الكلام ده مين الاي مي سنجل يعني الفلاكس يبقى بشكل ساين ويف، وفي عين طبعا ديوز ام اف او باك ام اف هتنتج نتيجه مرور التيار في الموصل. التورك ديفولت بقى اللي هو التورك المستنتج، طبيعي ذا ايكويشن اوف فور تورك ديفولت، فعلا طبعا نتيجه الفورس اللي يؤدى الى دوران الموصل اللي هي الفورس اللي هي بتساوي البي اي ال، طبعا نتيجة عندك وجود الفلكس اللي هو بيتناسب مع الفاية على الايه، على الاريا الخاصة بالملف. يبقى انا اقدر اقول ان والله التورك عندي بقى لو عندي اكتر مالتي تيرن كويل، يبقى اذا التورك هيتناسب مع قيمة الاي اي، لان احنا قلنا ان التيار هو اللي بيؤدي الى الفورس، الفورس بيؤدي لوجود عزم، يبقى اذا العزم هيساوي الكي اللي هو سبب التناسب في الفاي في الاي اي. Wherein the phi is the flux per pole in Weber, K constant depending on coil geometry, and IA is the current flowing in the armature winding. The mechanical power generated is the product of the machine torque and the mechanical speed of rotation omega m. The B mechanical أصلاً هو تساوي ال omega m في التورك، اللي هي تساوي ال omega m التورك عبارة عن ال K phi IA. مدي لك كده شكلين بيقول لك ايه الفرق بين الموتور اكشن والجنريتور اكشن.
الموتور اكشن زي ما احنا شايفين، طبعا انا بغذي الموتور بالالكتريكال باور انبوت، وبالتالي هيبقى عندي فورس، وبالتالي الفورس ده هيؤدي الى اتجاه العزل. فهو موضح لك بقى ان الموتور ده متوصل طبعا بخط او بسير او اللود عنده الميكانيكال اوتبوت، هتلاقي السير بيمشي في الاتجاه ده، اكيد ان الاوميجا هتبقى في نفس مين او التورك بتاع اللود في نفس اتجاه حركة السير، اما دوران المحرك هيبقى في اتجاه الاوميجا واتجاه مين واتجاه التورك. لو جنريتور اكشن لا، الوضع هنا مختلف، انا باخد منه اصلا الكتريكال باور اوتبوت، وبالتالي الميكانيكال انبوت ده هو البرايم اوفر اللي بيحرك الايه العمود او الشافت بتاع الدي سي جنريتور. فهيبقى عندك اتجاه السرعة واتجاه التورك خاص باللود اللي هو بيحرك في، طبعا عكس اتجاه مين، عكس اتجاه عزل الجنريتور. في عندي انديوس باك ام اف نتيجة مرور التيار في الموصل اللي احنا قلنا عليه، بينتج عندي حاجة بيسموها الباك ام اف او الام اف العكسية. due to the rotation of this coil in the magnetic field, a flux linkage أو linked within the change at different position، وبالتالي يسبب هذا AMF بيسموها الباك AMF. نتيجة إيه؟ نتيجة التأثير dphi by dt، وطبعا الflux linkage الفيو أو ال phi c هي عبارة عن الفاي sin omega t، وبالتالي ممكن أقول إن induced voltage اللي إيه بتساوي omega phi cosine omega t. وبالتالي ممكن اوصل في النهايه ان الاي باك او الباك ام اف هي عباره عن الكي في الفاي في الاوميجا ام. وير طبعا الكي از ان ارميتشر كونستانت، طبعا بتعتمد او بتتناسب مع الجيومتري اند ميجنيتيك بروبرتيز اوف ذا موتور، الاوميجا ام سبيد اوف روتيشن. يبقى اذا لو انا قلت الالكتريكال باور جنريت بقى البي ديفولبت هي عباره عن الاي باك في الاي اي اللي هي هتساوي الكي فاي اوميجا ام اي اي. لو بتكلم عن دي سي موتور ايكوفالنت سيركت، ده شكل الدائره المكافئه الدي سي موتور. طبعا هنا عندي فيلد سيركت متوصل، ده طبعا لو بتكلم على سبريتلي انزايتد الارميتشر، طبعا ده الارميتشر سيركت متوصل برايم اوفر، وطبعا البي تي او الجهد اللي بيغذي مين الارميتشر سيركت. لو بتكلم على فولتج ايكويشن، يبقى اذا الفي تي من الدائرة دي هتساوي الـ E باك زائد مين الـ I A في الـ R A، لأن ده بقى موتور. Where the V T is the voltage applied to the armature terminal of the motor and R is the distance of the armature winding. لو طبقت كيرشوف فولتج لو، يبقى الـ V F هي عبارة عن الـ V F عبارة عن الـ R F في الـ I F وخلاص. Where طبعا الـ V F is the voltage applied to the field winding، بتنتج نتيجة بتدوس ذا ماجنتيك فيلد، ال ار اف الريزيستنس اوف فيلد وايند، والاي اف الكرنت اللي هيمر في ملف المجال. لو بنتكلم على الباور ترانسفير ايكويشن، التي ديفولبد عبارة عن الكي فاي اي، زي ما قلت التورك بيتناسب مع الاي طردي، كل ما يبقى الاي كتير طبعا هو الاي بيسبب الفلكس، وبالتالي الاتنين بيتنازلوا مع التورك، وبالتالي ان الباور اصلا بتساوي الاوميجا ام فين في التي ديفولبد. يبقى إذا لو أنا بستنتج المعادلة بتاعت وطبعا الأوميجا عبارة عن 2 باي إن على 60، لأن ده دي إيه ده ريفوليوشن بير مينت. وصولا في النهاية خالص، يعني نقول طبعا لو عندك إن في عندي إنديوز فولتج أت فيرست أوبريتنج سبيد إن واحد، لو عندي أكتر من سرعة طبعا الفيلد وايندنج كارنت أي إف واحد إز جيفن باي الإي باك هتساوي الكي في الكي اف اي اف في الاوميجا اللي هي عباره عن 2 باي ان 1 على 60، ولو السرعه اتغيرت نتيجه تغير الاي فيلد، وبالتالي هيبقى الاي باك 2 هتساوي الكي في الكي اف اي اف 2 في برضه الاوميجا 2 اللي هي 2 باي ان 2 على 60. وبالتالي لو انا بستنتج الانديوز فولتج في تو اوبريتنج بوينت، هنقوله ان الاي باك 1 على الاي باك 2 بتساوي طبعا في عندك 2 باي ان على 60، دي ثوابت والكي ثوابت، يبقى اذا هيبقى عندك المتغيرات اللي هي اي اف واحد في الان واحد على اي اف اتنين في الان اتنين. فلو انا اقدر احسب من هنا الاي اي باك او الان من خلال الريليشن دي. دي سي ماشين كلاسيفيكيشن نفس اللي احنا قلناه في الجنريتور، هو نفس الطريقه، ان برضو دي سي موتور برضو بيصنف على حسب ملف المجال، بتغذي المصدر خارجي او بتغذي من نفس
دايرة الأرميتشر. فلو بتكلم على سيبريتلي اكسايتد ماشين، ده شكل الدايرة اللي احنا قلنا على دايرة مكافئة ليها، ده الاي اف اوت ملف المجال بتوصل مصدر خارجي اللي هو الفي اف. الارمتشر سيركت طبعا بتتغذى عن طريق مين؟ طبعا بتبقى الدايرة منفصلة عن الايه الفيلد وايندنج. فقال لك اوت سيبريت جايد ماشين ذا ارمتشر اند فيلد وايندنج ار الكتريكال سيبريت فروم اتش اذر والفيلد وايندنج ايه اكزايتد باي ذا سيبريت دي سي سورس. وبالتالي لو انا بقول هنا التوتال انبوت باور هي عباره عن الاي في اف اي اف زائد الفي تي في الاي اي. النوع الثاني اللي هو السيلف اكسايتد ماشين، طبعا احنا قلنا في شانت وفي سيريز. الشانت ماشين الارميتشر اند فيلد وايندز ار كونكتد ان بارلل والارميتشر فولتج اند فيلد فولتج ار ذا سيم، الجهد في التوازي بيبقى ثابت. وبالتالي لو قلت التوتال كارنت الاي ال عباره عن الاي اف زائد الاي اي من الرسمه، والتوتال انبوت باور هي عباره عن الفي تي في الاي ال. السيريز دي سي ماشين طبعا احنا قلنا ملف المجال بتوصل بالتوالي مع الارمشر سيركت. از فيلد وايندنج اند ارمشر وايندنج ار كونكتد ان سيريز اذا فيلد وايندنج كاري ذا سيم كارنت از ارمشر سيركت. التيار طبعا التوالي هو نفس تيار الارمشر ايه الارمشر وايندنج اللي هو الاي ايه. السيريز وند روتور ساعات بيسموه اليونيفرسال موتور، وده اليونيفرسال موتور ده طبعا ممكن يتغذى بمصدر اي سي او دي سي زي موتور الخلاط كده، ده اسمه بيسموه يونيفرسال موتور او المحرك العام. الكومباوند دي سي ماشين احنا قلنا في قبل كده في جنريتور ان هو بيجمع بين الاثنين اللي هو السيريز والشنط مع بعض في نفس الدائره. فهنا في الموتور سماه الحالتين لما يبقى كوميوليتيف كومباوند او ديفرنشال كومباوند. الكوميوليتيف كومباوند قال لك اف ذا ماجنتيك فلكس بروديوس باي بوث سيريز اند شنط فيلد وايندج ار ان ذا سيم دايركشن، ان الفيض اللي بينتج في ملف التوالي والشنط الاثنين بيبقى في نفس ايه في نفس الاتجاه، وعشان كده سموه كوميوليتيف كومباوند اللي هو الايه التراكمي يعني. اما الديفرنشال اللي هو الفرقي بقى او الاختلاف، قال لك تو فلكس ار ان اوبوزيشن بيبقوا عكس بعض عشان كده سموه ديفرنشال. ذا ماشين از ديفرنشال كومباوند ان بوث تايب ذيس تايب ذا كونكشن كان بي اذا شورت شانت او لونج شانت. ده الشكل اللي هو الايه الاكوفالنت سيركت الكومباوند موتور. تورك سبيد كاركترستكس قال طبعا نقول طبعا ان احنا هنا زي ما احنا قلناها قبل كده فين في الجنريتور، ولكن هنا هيختلف شويه شكل الكيرف. فهنقول المعادلات ان اول حاجه نتكلم على سبريت اكزايت دي سي موتور. سبريت اكزايت دي سي موتور طبعا عندك المعادله احنا قلنا الايباك عباره عن كي فاي اوميجا ام، الايباك برضه بتساوي الفي تي ناقص اي اي في الار اي. التيتي فوليوم كي فاي اي اي الاي اي عباره عن تي على الكي فاي الفي تي، لو احنا عوضنا في المعادله هنا يبقى اذا الفي تي ناقص كي فاي اوميجا ام عباره عن الار، هنعوض في المعادله دي في التي ديفلوبد على الكي فاي. وبالتالي لو قلت ان التي ديفلوبد عباره عن الكي فاي في ار اي في الفي تي ناقص كي فاي اوميجا ام. دي الكاركترستيك او تورك سبيد كاركترستيك علاقه من التورك والاوميجا. لو خدت بالك هتلاقي كل ما ازود الاوميجا كل ما العزم ماله كل ما العزم بيقل. بيبقى دي اول ايه اول حاجه تعرف، كل ما ازود السرعه كل ما العزم ماله بيقل، لان احنا قلنا طبعا التورك بيتناسب عكسي مع السرعه وطردي مع التيار. قال لك طبعا هنا بنستنتج من الموتور كاركترستيك ان الستول تورك العزم بتاعك لما بيبقى ثابت ريبريزنت بوينت اون ذا جراف ات ويتش ذا تورك از ماكسيمم بات ذا شافت از نوت روتيتنج. يعني هنا لما يبقى عندي اقصى قيمه للعزم لما يبقى السرعه بتاعتي بزيرو، كل ما الموتور يبدا يشتغل كل ما العزم ماله كل ما العزم يقل. وده طبعا واضح لما تبقى سعادتك راكب عربيه وماشي والعربيه ماشيه بسرعه بطيئه بتبقى عربيه ثابته على الطريق ولها وزن، كل ما ازود السرعه كل ما ايه ما وزن العربيه بيخف وبالتالي العزم بتاع العربيه بيخف. نو لود سبيد طبعا في حاله النو لود سبيد ماكسيمم اوتبوت سبيد اوف موتور، في الحاله دي طبعا اقصى قيمه للسرعه في حاله النو لود سبيد. وبالتالي وين نو تورك از ابلايد تو ذا اوتبوت شافت، كل ما ازود السرعه لغايه ما اوصل للنو لود سبيد هنا التورك بيبقى بزيرو خلاص ما عادش عندي عزم خالص للموتور. طبعا ده شكل ايكوفالنت او دايره للدي سي موتور طبعا بيغذيه مصدر خارجي عشان يشتغل.
ده بتوصل ميكانيكال لود، ممكن يكون بامب او كومبريسور. ده طبعا عزم العزم الناتج من الموتور، هتلاقي عزم اللود عكس العزم مين، عزم الموتور طبعا لهم جانب. طب هنا عشان نجيب احنا بقى الموتور المناسب للحمل بتاعنا، احنا قلنا ان كاراكتيرستيك تيرك التورك سبيد كاراكتيرستيك للشنط موتور لسبيد اكسايتد، هنشوف احنا التورك لود ونطبق الكيرف بتاع اللود على الكيرف بتاع الموتور. نقطة التقاطع من الكيرفين هي ديت الايه الاوبريتنج بوينت. يبقى كده الموتور ده هيشغل الحمل ده عند سرعة برقم معين والتورك بتاعها برقم معين. يبقى احنا لما نيجي نشتغل او نشتري موتور هيشغل حاجة معينة، لازم نجيب اللود ده ونطبق اللود ده اكروس الكيرف ونشوف هو هل فعلا هيتناسب مع العزم بتاعه او هيتناسب مع منحنى الخطوط بتاعه ولا لا. لان لو مفيش نقطة تقاطع من الكيرف بتاع الاحمر، الكيرف الاحمر والكيرف الازرق اللي هو خاص باللود وخاص بالموتور، يبقى اذا الموتور ده مش هينفع يشتغل على اللود ده. الديس شانت موتور هو طبعا الديس شانت موتور هو نفس السيم ايكويشن فور تورك في سبريت اكزايتد ونفس منحنى الخطوط تورك سبريت كاراكتيرستيك. اما الدي سي سيريز موتور بقى، دي سيريز موتور كاراكتيرستيك كان بي انلايز ان ماتش ذا سيم واي ان ذا شانت موتور، ولكن في عندي هنا بس بعض التعديلات. ان سيريز موتور ذا سيريز فيلد وايندنج ان اي كونكتد ان سيريز وذ ارميتشر، نفس كلام التورك ديفلوبد كي 5 الاي اي، الفاي اي بتتناسب مع الاي اف. ساين طبعا سيريز موتور الاي اف هو نفس الاي اي، وبالتالي الفاي ممكن اقول ان هي بتساوي الكي اف في الاي اي اي. وبالتالي لو قلت تي ديفلوبد عباره عن الكي اف اي اي، في الكي اي اي عباره عن الكي داش، لو احنا قلنا الكونستنت كي دي عباره عن الكي في الكي اف في الاي اي تربيع. لو طبقت الكيرشوف فولتج لو، يبقى الفي تي بتساوي الار اف اي اي زائد الار اي 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 زائد الاي باك. الاي باك عباره عن الكي فاي اومجا ام، هنعوض بقيمه الاي باك هيبقى عباره عن الكي كي اف اي اي في الاومجا ام اللي هي بتساوي ال K في ال IA ومجا M. وبالتالي وانا بحسب قيمة ال IA هنا، يبقى ال IA بتساوي حتى المعادلة دي عبارة عن ال VT تمام على ال RA زائد ال RF زائد K داش ومجا A ومجا M. وبالتالي لو انا بحصل على قيمة العزم، يبقى T ديفولب عبارة عن ال K داش في T تربيع على ال RA زائد ال RF زائد K داش ومجا M الكل تربيع. التورك سبيد كاركترستيك زي ما احنا شايفين الاوميجا ام، كل ما ازود السرعه كل ما العزم بتاعك بيقل. ولكن خد بالك هنا بقى ان العزم ما بيوصلش للصفر، ده قالك العزم انفينيتي. التورك في حاله اللود بيبقى ماله قيمته او السرعه بتبقى قيمتها انفينيتي. عشان كده احنا قلنا في حاله السيريز ده لازم يبقى اللود بتاعك هاي لود، يعني لازم يكون في حمل كبير جدا يقدر يعمل ايه، يعمل يتحكم في العزم بتاع الموتور ده. وعشان كده لما اشتغل بسيريز موتور في التراكشن عشان خاطر يبقى الحمل يعني كبير على تشغيل مين، تشغيل الموتور. لو بتكلم على الكفاءه، الكفاءه احنا قلنا الافشنس عباره عن الاوت بتاع الانبوت، الاوت بتاعنا عباره عن طبعا الفي اي ناقص اللوس بقى اللي هو عكس الجنريتور، الفي اي تربيع ار اي ناقص الاي اف في ناقص السي على الفي اي. ونفس الكلام اقصى قيمة الكفاءة لما تبقى ال اي تربيع ار اي بيساوي ال اي اف في زائد السي. الباور ستيج هو كان عكس الجنريتور بقى، هنا طبعا الموتور هو ده دخل الكهرباء، الخارج بتاعه طبعا ميكانيكال. يبقى الموتور انبوت في اي بالوات في كفر لوسز، وبعد كده الدريفنج باور ان ان ارميتشر اي باك في الاي اي، هيبقى عندك ايرون اند فريكشن لوس. وبالتالي يبقى الموتور اوتبوت طبعا هنا مش هيبقى بالوات بقى، بالهورس باور. طبعا امثله بسيطه يعني اللي بقى نشوفها ان شاء الله تتحل معاكم في السكشن. انا كده ان شاء الله هنوقف معاكم على الدي سي موتور سبيد كنترول. كده احنا خلصنا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.